كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم تلبية لدعوة الرئيس الصيني تشي جين بينغ، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجهاً إلى العاصمة الصينية بكين. للمشاركة في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ مع عدد كبير من زعماء العالم. وتعكس زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين عمق الروابط التاريخية التي تربط مصر والصين ومدى الحرص على تعزيزها في كافة المجالات، حيث تشهد العلاقات المصرية الصينية تطوراً ملحوظاً على كافة الأصعدة سواء الاقتصادية والسياسية والثقافية وكذا الرياضية. ولدى وصول سيادته للعاصمة بكين كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة الصينيين وكذا أعضاء السفارة المصرية في بكين.